رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير يا رب ينعاد عليكم بالصحة. اليوم انتقالتنا من برنامجكم شلونكم برمضان في منطقة أبو تشير حتى نتعرف على طبيعة شهر رمضان مع أهلها وناسها وأيضا الأكلات اللي يشتهرون بها. نفس الوقت راح نقدم هدايا بسيطة، هذه الهدايا برعاية مؤسسة المدى وأيضا شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. إذن أعزائي المشاهدين ابقوا معنا من برنامجكم شلونكم رمضان. تابعونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك برمضان؟ الحمد لله شكر. الحمد لله شكر. عندي سؤال لك. إذا جاوبت علي أنطيك هدية. أوكي؟ سؤالي لك يكون ما هو الشيء الذي درجة حرارته ثابتة سواء وضعته في الثلاجة أو على النار؟ أعيده. ما هو الشيء الذي درجة حرارته ثابتة سواء وضعته في الثلاجة أو على النار؟ هو راح أقربها لك. هو شيء ينوكل دائما يكون وايد طرشي. فلفل. شنو نوع الفلفل؟ الاخضر. شو يسمونه؟ فلفل حار. صحيح. طب قولها يا ابا. صحيح اجابتك صحيحه. وين الهديه يا ابا؟ هاي هديه بسيطه مقدمه من مؤسسه المدى وايضا من شركه حياه الطيب منتجات الغذائيه. مشكورين احنا للقناه الطيبه. شنو عملك انت؟ كاسب. يعني شنو؟ على باب الله بعربانه خبز كل شيء. في خبز؟ ايه. زين شلون اخبار الناس عليك حاليا؟ تشتري خبز؟ لا الحمد لله وشكر. محمود خبز مشكور. الف. 10. زين 500. شو راح تسوي على الفطور؟ والله هلا الله قاسمي. هلا الله قاسمي. هذا اليوم فطور الك ولعائلتك يكفيك هذه الايام. مشكورين. يا رب يكون رمضان الخير والبركه عليك. ان شاء الله على الجميع. وعلى قناتكم المفضله. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم في منطقة أبو تشير حتى نتعرف على طبيعة شهر رمضان مع أهلها وناسها والتسوق والأسعار. رافقونا في هذه الرحلة من برنامجكم شلونكم رمضان. رمضان 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 يا حبيب. شلونك برمضان؟ الحمد لله. صايمة؟ الحمد لله. شنو شغلك انت؟ بس خبز. تبيعين خبز؟ ايه. بيش بلف؟ 10. 10 بلف. زين راح اسالي السؤال اذا جاوبت علي انطيش هديه. سامي. متفقين؟ ايش مستحيل؟ سؤال الك. ما هو الشيء الذي نراه في الظلام في كل مكان؟ ما اعرف. هسه تبي تدخلين غرفه ظلمه، شو تشوفين؟ ظلام. اذا شنو الجواب؟ ما اعرف. ايش جاوبتي انت؟ من دخين غرفة ظلمة شو تشوفين؟ الظلام. اذا شنو الجواب؟ شنو؟ الظلام؟ ايوه ظلام. يا وصف قولها يا شباب وين الهدية؟ هاي خطية من اهل الاحد. هاي هدية بسيطة. ما عندك اليوم فطور ليش؟ ما عندك انت وعائلتك؟ ان شاء الله. شو تقولين؟ شو تبين تقولي شهر رمضان؟ شهر شكرا. ان شاء الله. رمضان كنا كل رمضان كنا رمضان. آمين يا رب. آمين. يعني شوي سانس تقيل. إيه. يلا إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. الفطور إليك والعائلتك اليوم. إن شاء الله. نتعاون مع بعضكم إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. إذن أعزائي المشاهدين مستمرين معاكم من برنامجكم شلونكم برمضان وأجواء رمضانية جميلة في منطقة أبو تشير. تابعونا. هذا البرنامج برعاية منتوجات حلال طيب. مثل ما تلاحظون أعزائي المشاهدين الأجواء في منطقة أبو تشير والناس أيضا فرحانين بوجوده من أطفال وكبار وغيرهم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. إحنا اسم برنامجنا شلونكم برمضان. فرح أقولك شلونك برمضان؟ الحمد لله. زينة؟ الحمد لله. عندي سؤال لك. إذا جاوبت علي تروحين هدية. إن شاء الله. سؤالنا يقول. في السؤال يكون سؤال بسيط. ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ أعيد السؤال. ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ طيني مثال بس أفكر شوية. غير مستحية ترى عادي. عادي عادي. حرف الألف.
اي بيت؟ حرف الياء. ياء صحيح، حرف الياء. اي بيت؟ مبروك عليك يا ابو صف، قولها. زين، حطش الهدية هسه. هاي هدية مقدمة من مؤسسة المدى وايضا من منتوجات حلال الطيب. انت من اي محافظة؟ من الانبار، من مدينة الفلوجة. على راسي انت واهل الانبار وكل اهلنا بالفلوجة. الله يسلمك. شنو الاكلات اللي تشتهون بها اهل الانبار واهل الفلوجة في شهر رمضان؟ الكبة دائما، والدليمية طبعا، هاي ما نخلى منها. معروفين اهل الانبار بالدليمية. طبعا ما نخلى منها هاي هناك. الله يحفظكم ان شاء الله وترجعون دياركم سالمين غانمين ان شاء الله. الله يسلمك. كل أهلنا في العراق سواء كانوا من البصرة، ناصرية، بغداد، الأنبار، هم أهلنا. يا رب عودة النازحين إلى ديارهم. مستمرين معاكم من منطقة أبو تشير، تابعونا من برنامجكم. شلونكم رمضان؟ رمضان 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 يا حبيبي. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. شلونك رمضان؟ زين. صايم؟ لا ما صايم. صايم؟ لا. زين. شنو عملك انت؟ شو تشتغل؟ شغل بالعلالق. في علالق؟ تبي صف؟ بثالث. ابتدائي؟ ايه. يعني انت بالمدرسة تداوم، تجي العطلة تبيع علالق. زين، وين ابوك؟ ابويا شهيد. يا عيني. يا عيني عليك. يا عيني عليك. يا عيني عليك. احنا كنا اهلك. واني حسبنا اخوك الكبير، هذا اخوك الصغير، كنا اهلك. انت تشتغل على عائلتك يعني تبيع لك يعني تجيب اكل مسواق لك والامك والاخوانك؟ نعم. انت حبيبي؟ ربي يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله تكون بالمدرسه ممتاز وشاطر. زين، تعال ما قلت لي انت وش يصير؟ مهندس. يلا عليك، يعني طفل مثل الورد والده شهيد، من يكبر يصير مهندس، يعني عنده طموح. يا رب ارحم كل شهدائنا. هاي هديه بسيطه حبيبي. اوكي، الزمها توديها اليوم لوالدتك. تفطر انت وياها. رمضان 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 يا حبيب. شوكم رمضان جميل. اذا اعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم في الاجواء الرمضانيه الجميله. السلام عليكم. السلام. شلونك امي؟ الحمد لله، الله يسلمك. عندي سؤال لك، اذا جاوبت علي تاخذين هديه، وإذا ما جاوبت علي اشرحي لي أكلة معينة اليوم طبخيها على الفطور. إن شاء الله. متفقين؟ إن شاء الله. سؤالنا يقول: في الشتاء خمس نق خمسة، وفي الصيف ثلاثة. يعني شو الأكلات؟ لا. سؤالنا إليش؟ يقول في الشتاء خمسة بي، وبالصيف ثلاثة. يعني بالنسبة للفواكه لو شو؟ لا لا لا، هو سؤال عام بعيد عن الطعام. شتاء؟ في الشتاء بي خمسة، وبالصيف بي ثلاثة. الحروف. انت حروف الشتاء خمسة، حروف الصيف ثلاثة. لا بعد. انت وصلتي صحيح حروف. بس شنو فوق الحروف تصير؟ البرد فوق. لا 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 لا، فوق الحروف شو تصير؟ فوق الحرف شين، شين شو يسموها؟ الشتاء. شنو فوقها؟ ثلاث نقاط. يعني شنو جواب؟ ثلاث نقاط يعني. يعني شنو جواب؟ عيد السؤال. في الشتاء خمسة، وفي الصيف بي ثلاثة. يعني في الشتاء بي خمسة، وبالصيف بي ثلاثة أو اثنين. نقاط ثلاثة بالشين ثلاثة، وبالتاء اثنين، خمس نقاط. اي صحيح. صار لي ساعة. اي هو مو داحق لك هذا. وين النقاط؟ وين الهدية يا شباب؟ هاي الهدية حتكون يمك. مبروك عليك الهدية. صفقوا لها شباب. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن إقبال المواطن على التسوق بصورة كبيرة، وأيضا بعض المواطنين فرحانين ببرنامج شلونكم برمضان اللي يحبوا يتحصلون على جوائز المقدمة من شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. السلام عليكم. رمضان كريم. أهلا وعليك إن شاء الله. شلونك برمضان؟ نعم فضيلة خير. اسم برنامجنا شلونكم برمضان؟ نعم. أنت بدي أسألك شلونك برمضان؟ والله الحمد لله. شلونك وين الصيام؟ زين الحمد لله. زين الحمد لله. عندي سؤال لك. تفضل. ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل ان يعطي لك؟ نظر. يا صوت النظر. لا انت وصلت تقريبا. دائما شوف نفسك به. هذا مرايه. بعد وصلت يعني يوجد بالموبايلات مرات. هذا صوره غير صوره. شو يسموها؟ موجوده بالموبايل. اللي ورا صير.
والله انا استعمل 1100 ما اعرف فين ذني صراحه غير مرات كاميرا غير يقول كاميرا ايه؟ صحيح ايه يا بس ايه اقول يا شباب ايه كاميرا هاي هديه بسيطه برغم ان فتيت قلبي خيار بليف لوبيا بليف السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا اغارت انا سكت خيار بليف لوبيا بليف صحيح لو 100 لا لا ب 500 بيع ها يعني انا رفع السعر اي عندي سؤال لك اي تفضل اذا جاوبت علي اعطيك هديه اي اوكي اي سؤالنا يقول ما هو لون الماء في النيل الازرق اعيد اي ما هو لون الماء في النيل الازرق والله شكل لك يعني استوى لك يم اللوبيا يم الفلفل اي بعدنا مو بعدنا ما يلا ذكر والله يعني اتذكر في يوم زوجتي قرات ابن الجغرافيا اي قالت لي النيل الازرق ما بيلون شلون قالت لي النيل الازرق ما بيلون صحيح اي لو صحيحه ما شاء الله يعني بتذكرها يلا صبر يا شباب صبر عيني صبر ما شاء الله عليك يعني عيني باردة ذاكرتك قوية إن شاء الله هاي هدية بسيطة راح أقدمها لك أخذ الهدية هاي البسطية أنت بيها عامل؟ أي لا ما أنت عامل أي قد حصل باليوم؟ حصل 15 10 تكفيك أنت وعائلتك؟ والله هم شقل لك متى ما شاء الله عيني باردة عليك عيني باردة عليك هاي رد لها وجبة بحتة إذن أعزائي المشاهدين مستمرين معاكم وإن شاء الله يكون رمضان الخير والبركة عليكم يلا نروح الله وياك لو نفطر وياك لا فطر ويانا بكيف فطر وياك اي يبقى فطر ويانا شكرا لحضرتك هلا فيك شلونكم رمضان الحمد لله هسه برنامجنا شلونك رمضان أبو رمضان ايه. عندي سؤال لك طبعا. سؤالنا يقول يوجد في استراليا وأمريكا وأوروبا يوجد في استراليا وأمريكا وأوروبا لكن ما يوجد بآسيا حيد لك السؤال يوجد في استراليا وامريكا واوروبا اوروبا اوروبا اي اوروبا يوجد في استراليا وامريكا واوروبا بس ما يوجد بآسيا محيطات محيط لا غلط هو حرف حرف اي حرف اوروبا امريكا واو اوروبا امريكا استراليا يوجد هو حرف الف لا غلط اوروبا بس ما يوجد بآسيا آسيا بيها حرف شنو اوروبا امريكا استراليا شنو هي يعني تقريبا هو حرف حرف يكون ابسط لك حرف الالف لو جيم لو راء جيم الالف لو جيم لو راء اوروبا موجوده حرف حرف هو موجود لو ما موجود 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 الالف لو جيم لو راء اوروبا الراء اوروبا فتيت قلبي اوروبا فتيت قلبي وانا ما انا عبال العكس كذي ما موجود لا صحيح حرف الراء اذا المشاهدين الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وشلونكم برمضان ضرونا غدا في حلقه جديده الى اللقاء شلونكم برمضان جميل هذا البرنامج برعاية منتوجات حلال طيب.